بيشرفنا الآن خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس للحديث عن طاقم تحكيم مباراة اليوم. منورنا يا كابتن ناصر. تحياتي لك كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بلال. كل سنه وانتم طيبين وعيد مبارك ان شاء الله على الجميع وعلى الامه الاسلاميه والعربيه وعلى مصر كلها بخير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن ايمن، النهارده النادي الاهلي نجح في المباراه وفاز، ولكن التحكيم عنده كابتن شريف النهارده حاجات كتيره جدا في التحكيم، يمكن البعض يراها ان هي سهله نتيجه ان النادي الاهلي فاز، ولكن احنا عندنا التحكيم وعندنا صوره وعندنا لقطات كتيره جدا، تدخل الفار، عندنا الحكم، عندنا الحكم مساعد، عندنا اخطاء تحكيميه كتيره جدا. اتفضل. السؤال هنا كابتن، عشان حضرتك في بعض الاحيان بتتكلم عن بعض الحكام اللي ما بيلعبوش للنادي الاهلي ان هم اصحاب شخصيه وعندهم اداء متميز وفي ايجابيات كتير. تمام. هل لما ما بيكونش الحكم ده حكم قبل كده للنادي الاهلي ويجي حكم للنادي الاهلي بيتاثر؟ شوف يا كابتن ايمن، هو المفترض الحكم الكبير او الحكم الدولي ما يتاثرش، بس في حاجه مهمه، ما انت لو انت ما لعبتوش على طول الماتشات الكبيره والصعبه اكيد بيبقى رايح الماتش بيبقى زيه زي اللعيبه. كابتن ايمن، اي لاعب ما بيلعبش على طول باستمرار زي الحكم بالظبط كده. محمود ناجي زي ما قلت لحضرتك في البدايه لم يدير اي مباراه حتى هذه اللحظه او هذه المباراه للنادي الاهلي، رغم ان هو حكم دولي والمفترض الحكم الدولي دايما هو اللي بيلعب المباريات الكبيره. زي اول مباراه لمحمود ناجي، وقلت اول مباراه لشهاب راشد الحكم المساعد. عندنا اخطاء تحكيميه النهارده، ولكن يمكن الفار تدخل في بعض الحالات، كان حالات ايجابيه. هنشوف الحالات يا كابتن ايمن، كابتن اسامه، عندنا الحالات التحكيميه موجوده، وهنا للشرح وليس للنقد وللتطوير فقط، وليس لي ان احنا نتكلم على طاقم التحكيم. عندنا محمود ناجي هو حكم الدولي كان موجود، وكان سمير جمال، كان شهاب راشد النهارده اللي احنا كنا بنتكلم عليه كان حكم مساعده كويس، لكن عنده لعبه النهارده. مظبوط. ونادر امر الدوله وكان على الفار كان احمد الغندور وخالد حسين. هنشوف اول حاله معانا كابتن ايمن، وهنا نشوف هنا هذه اللقطه اللي هي لم تحتسب مخالفه اصلا للاعب الاهلي هنا، والحكم مشى اللاعب هنا في موديست. السؤال لما تبقى هذه الحاله كابتن عادل بهذا الشكل والحكم هنا، نشوف هنا الحكم فين، حكم يبعد تقريبا 6-7 ياردة هنا، الحاله هنا لم تحتسب اصلا مخالفه والحكم هنا خلى اللعب يتواصل، وبالتالي هنا عندنا حاله مهمه جدا. شوف هنا الدخول بس والبار فين؟ دي جامده دي، طلع فوق ونزل تحت على الحذاء، ولكن هنا كابتن انا على الاقل لم احتسب المخالفه. انا من وجهه نظري على الاقل هنا كان الفار كان يجب استعاد الحكم فيها. طبعا دي حاله من الحالات المهمه، واعتقد ده هنا يعني لاعب فاركو الحكم، الفار لم يستدعي الحكم، وهنا كان قرار عدى على الحكم وعدى على الفار في حاله مهمه جدا يا كابتن عادل، من الحالات المهمه. الحاله الثانيه كابتن عادل، انا هسالك سؤال، وانت لو حكم هنا في اللعبه ديت، شوف اللعبه دي معايا، هنا رضا سليم بيعدي نجح في لعب الكره، مفيش اي مخالفه، شوف القدم دي، خلي اللعبه يعني تمشي سريعه بس استاذنك، نخليها تمشي سريع. هنا اللاعب عمل تاكلنج باليمين ما خدش، وبعدين خد بالشمال، ده اعتقد كمان ما خدش فيها انذار وخد انذار بعد كده. ما انا هقول يعني هذه اللعبه بالشكل ده يا كابتن عادل، انت لو رايك فيها ايه؟ فيها تعمد انذار طبعا، دي على الاقل طبعا. طب هنا كان يجب دي كانت في الدقيقه 54 من الشوط الاول، يعني هو ادى 9 دقائق، دي كانت في الدقيقه 54، ده هنا انذار مفقود لم ينذر لاعب فاركو. هنا جه هرجع بس لعبه ثانيه، هنا في انذار مستحق، هنا امام عاشور بيعدي برضه في حالتين، تهور وافساد هجمه واحده. مظبوط. هنا في الدقيقه 57 لو انت ربطت يا كابتن ايمن بالدقيقه 54 دقيقه 57، لا هنا في انذارين وجوبين، هنا كان يجب طرد لاعب فاركو كابتن شريف، هو نفس اللاعب احنا بنتكلم هنا رقم 6 تقريبا، عماد جابر رقم 6 هنا امام عاشور، هو هنا عماد كامل، جابر كامل، جابر كامل هنا ادى انذار والاوليه ما اداش انذار. انا بس بوريك الايه اختلاف المعايير في احتساب المخالفات، ماشي عشان الاهلي كسب مفيش مشكله، اخطاء لم تؤثر في نتيجه المباراه. تعالى بعد كده الحاله اللي جايه، وهنا بقول لعبه من الالعاب المهمه جدا، ونشوف هنا ها بس هرجع تاني، محمود ناجي انت حكم كبير جدا، لحظه ارتكاب المخالفه وهنبص، ماشي نمشي ستوب نقف كابتن بلال،
اتحكم فين؟ قدام اللاعب. يعني ما عندكش اي شايفها طبعا، ما عندكش اي حجه شايف. ولا في حد قافل الزاويه يا كابتن ايمن، ولا حد مداري عليك، حاله من الحالات اللي واضحه جدا جدا، والدفع موجود، ومحدش يقول لي الدفع بسيط ولا قليل، لا هنا لاعب بيلعب الكره يا كابتن، اي دفع حتى لو بالصباع هنا اختلال توازن اللاعب خليته ما بين ان هو ما بيستعد يلعب. هنا نشوف الدفع هنا من خلف من الزاويه اللي جايه بالراحه، في زاويه عندنا هتبين الدفع من اللاعب اللي جايه دي. بص باين هنا بالظبط، هنا انا النهارده لو انا كمهاجم بستقبل وبقف وبركز وبشوط، هنا الزقه دي يا كابتن هنا عملت ايه؟ اثرت على امكانيه اللاعب في اللعب، وبالتالي نجي هنا مش محتاجه تدخل فار. يعني انا عاوز اقول ان هنا الغندور او الفار انقذ الحكم في هذه الحاله، ركله جزاء موديست، ركله جزاء واضحه جدا جدا، لولا وجود الفار اعتقد كانت مش هتتحسب لان هو ما حسبهاش اصلا من الاصل. هنتكلم يا كابتن ايمن، دي حالات الاهلي كسب. شاف راشد من الحكام المتميزين يا كابتن بلال يا كابتن اسامه، احنا اشدنا بيه قبل المباراه، حاله برضك من الحالات المهمه جدا جدا. هو هنا شهاب مع انه كان واقف صح يا كابتن، كان واقف صح. شهاب هنا خلى اللعب يتواصل، وانا بقول لشهاب مش مشكله خالص، يعني مش مشكله، هو اكيد زعلان، بس اللعبه واضحه قوي يا كابتن اسامه، كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن شريف، هنا اللعب فاركو متغطي بفتره، ولكن هنا نشوف حتى الفار لما بيراجع نشوف هنا احتسب الهدف وهدف صحيح. بص يا كابتن بلال مش متمركز كويس، نشوف ده قدامها، ده قدامها بالظبط يا كابتن. بص يا بلال شوف الخط معمول ازاي، ده صح، الحكم المساعد فين بالظبط، انت معايا؟ على الرغم ان هم بص يا بلال صح، احنا قلنا مش شرط تكون صح تمركزك صح وتجيب الحاله، احيانا كابتن اسامه المساعد بيبقى سابق نص خطوه او متاخر نص خطوه ويجيب الحاله خبره، ولكن هنا التركيز بقى، هنا الربط، لحظه اللعب وموقف التسلل، هو ما ربطش وبالتالي هنا كانت عدت منه هذه الحاله. ولكن بقول له يا شهاب انت حكم كويس، ما تشغلش بالك، خطا والفار صححه، وهنا هدف لفاركو. الحاله بعد كده نشوف احمد هلاجي، انت اديت فاول كابتن شريف، موديس ما اشتركش اصلا معاك، ده راجل، ده راجل، انا بس بسال، واحنا ليه يا جماعه الاثنين ونزل يشتكي؟ سؤال يا كابتن عادل، كابتن اسامه تاني، كابتن بلال، كابتن شريف، هو ماذا فعل موديست؟ ولا حاجه، بس يعني ده انت اللي جاي عليه، يعني انت الحارس جاي، هو اللي جاي على المهاجم، انت جاب. انا بتخيل ان اللعبه دي ردت للاعب الاهلي وحط الجول. السؤال انت اديت مخالف على اي اساس؟ هو احنا يا جماعه خلاص يا جماعه، احنا التحكيم القديم ده بطلناه عشان حارس المرمى وقع، التحكيم القديم ان اي حد يطلع مع الحارس ده بيصفر، ده خلاص بطل. النهارده يا جماعه هنا لو في مخالفه على موديست ادي، ولكن ده موديست الحارس، هنا نشوف هو اللي طالع، هو اللي طالع، والراجل ما ارتكبش اي مخالفه، وحسبت خطا على موديست، طبعا خطا غير صحيح. نروح للحاله اللي بعد كده، دي ضربه الجزاء، لا لا لا، ده الهدف، وانا جايبه ليه؟ يعني انا جايب الهدف دوت. كابتن بلال، كابتن اسامه، كابتن ايمن، كابتن شريف، البعض يرى ان هنا بص رضا سليم فين؟ بص نمشي 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 لسه نمشي، بس هنا كابتن الكره واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه كابتن بلال، دي ستريت شوت، واضحه طبعا، واضحه جدا للحارس، مظبوط، عارف. اتفضل يا كابتن عادل، بص اتفضل، الكره دي ايوه لو جت من قدام جسم رضا سليم كانت تبقى اوف سايد. برافو عليك، ايوه، وده اللي انا جايبها ليه؟ في ظهره، برافو عليك، يعتبر اثر على روح، انا جايب على اللعبه دي يا كابتن، دي حاله تعليميه، في ظهره، البعض يقول لك ان رضا سليم هنا اثر على حارس المرمى او حجب الكره عن حارس المرمى، لا انا جايبها لحظه تسديد، كان رضا سليم خرج تماما من اللعبه ومن المواجهه للحارس، وبالتالي هنا الحارس كان واضح شايف، اذا هدف امام عاشور هدف صحيح مليون في الميه، بيحسب لسمير جمال الحكم المساعد، وايضا بيحسب لحكم وحكم الفار. الحاله اللي جايه وهنا الدخول بهذا الشكل، هو هنا طبعا تصرف جيد من الحكم، واعتقد سمير جمال هنا تدخل بالقرار، واعتقد ممكن يكون قال له حاجه ان هنا تستحق البطاقه، وفعلا هنا اشهر البطاقه الصفراء، لان هنا الاستاذ كابتن بلال، كابتن اسامه هنا ما راحش، ونشوف هنا الرجل راحت في الشناوي، نشوف هنا الرجل والقدم، هنا راحت نمشي نزلت على الارض، وبعدين ايه عدت على الفاضي، خدت
من الركبه للركبه، وبالتالي هنا الاستارز ما راحش مره واحده، وهنا انذار مستحق للتهور وقرار صحيح من سمير جمال ومن الحكم. اخر حاله وحاله تعليميه لحكامنا كلها، من فضلك ما تسبقش اللعبه الا في حالات معينه اللي هي الكونتر اتاك، لما تكون انت متاخر في الثلث الدفاعي والكره اتعملت بعيد اعمل سبرنت واسبق اللعب. ولكن هنا في منطقه المناورات دي يا كابتن لابد انك انت حكم يكون عندك قراءه يا كابتن اسامه. انا هنا هرجع تاني بس يا محمود، انت حكم دولي كبير وزي ما قلنا احنا هنا مش بننتقد اكتر من احنا بنطور اداء الحكام. هرجع تاني سامحني في اللعبه ديت عشان نوري الحكام تروح فين؟ في هنا بس. انا هنا كابتن انا استحاله في التحضير اللي بيحصل ده اخش في وسط لاعبي الاهلي ولاعب فرقه. لابد اوتوماتيك على طول عندي توقع بخرج خارج نطاق اللعبه عشان الكره ما تجيش فيا، وبالتالي هنا في درجات الحراره العاليه دي يا كابتن بيتاثر اكيد الحكم، الحكم السنتر. ايوه. بيبقى ليه فلسفه خاصه لما يكون الجو حر عن التعامل مع المباراه وطريقه الجري وبذل المجهود لما يكون درجه الحراره عاديه والجو كويس؟ كابتن ايمن بتتكلم على حكم هو بيبقى دارس كويس قوي، هو رايح المباراه عارف ان في جو حر وفي رطوبه، بدليل بنلعب خارج مصر في دول فيها حراره وفيها رطوبه عاليه. أيوة. لابد انك انت تقسم مجهودك على مدار الشوطين، مهم جدا ان التركيز ما يروحش منك. ليه؟ التعب عندما يحل التعب التركيز بيقل. دايما بنقول لما يكون الباقه البدنيه مش جاهزه تركيزك بيقل في المباراه. ولكن بشكل عام بنقول تاني النادي الاهلي فاز 2-1، ولكن هناك اخطاء تحكيميه اعتقد لولا فوز النادي الاهلي النهارده كانت اثرت في نتيجه المباراه. دي اخر حاجه، بنتمنى طبعا التوفيق للتحكيم. بشكرك كابتن ايمن وكل سنه وحضراتكم بخير وطيبين ان شاء الله.